الافريقي الترجي خلص. طيب هقول لكم حالا الافريقي والاسماعيلي وهزيمه النادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. يعني ناس كثيره كاتبه على ان هي ضربه جزاء غير صحيحه، انا ما شفتهاش الحقيقه، ولكن ده اللي مكتوب. مازيمبي فايز على قسطنطين الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، والترجي خلصت المباراه او انتهت المباراه بفوز الترجي وصعوده للنقطه 14 في المجموعه بتاعته، ويفوز على بلاتينم بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه. وبالتالي طبعا الرجاء حسم موقفه من الصعود من الترجي، انا اسف، حسم موقفه من الصعود من المباراه السابقه، وبالتالي يصل لنقطه 14 كاكثر الفرق وصولا للنقاط في دوري الابطال. والاسماعيلي خلص اهو دلوقتي حالا، وهزيمة أخرى لنادي الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. كده ثلاث فرق ضموا خلاص اتأهلوا رسميا، الترجي وشباب ومازيمبي وشباب قسطنطينة، دول الثلاثة اللي صعدوا. بعد كده هيبقى في ماتش الساعة 6 ما بين حرية وأورلاندو، ده اللي هيحدد الرابع معاهم بالظبط. بالنسبة بقى لنقاط الضعف، احنا اتكلمنا شرحنا نقاط القوة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، نقاط الضعف ايه اللي نشتغل عليه في الفرقة دي؟ احنا قلنا طبعا نخلي بالنا من حتة التسديدات ونعمل بلوكات. نقاط الضعف يعني لو عملنا رسم البياني ازاي يستقبلوا الاهداف تبين لك نقاط الضعف. الفرقه ديت عندها مشكله في التمرير الطولي في العمق، دخل فيهم ثلاث اهداف من تمرير طولي في العمق، لازم نشتغل النهارده. كنت افضل وليد ازارو بالسرعات حتى لو هينزل الشوط الثاني، يكون مفتاح مهم قوي سرعات وليد ازارو في العمق، او مروان محسن النهارده ان شاء الله، او ناصر ماهر اللي هيلعب كصانع العاب يديك تمرير طولي مهم جدا، وهنبينها بالصور. هدفين برضو اختراق من الجبهه اليمنى ثم التسديد. معلش يا ابو حميد قبل بس ما تكمل، مازيمبي برضو انتهت المباراه بفوزه على شباب قسطنطينه الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، وبكده زي ما الدكتور احمد قال لحضراتكم ان تاهل مازيمبي وشباب قسطنطينه الجزائري، وايضا تاهل الترجي من دول الثلاث فرق اللي ضمنوا التاهل، والساعه 6 هنقول لحضراتكم. اتفضل يا دكتور. فدي تاني حاجه. تالت حاجه ان هم عندهم يعني الجبهه اليمين خطورتها ايه؟ ان احنا نسجل منها يعني رمضان صبحي مثلا ناحيه اليمين تعدي وتشوط، لكن الجبهه الشمال من ناحيه معلول يعني من ناحيه الفرقه الثانيه اللي هي جبهه محمد هاني نعمل منها عرضيات، دايما بيجي منها اهداف. لو عرضنا الصور هنلاقي الصور اول حاجه هنلاقي تمرير طولي في ظهر الدفاع. ادي اول صوره معانا، بص يا كابتن اسلام اهي تمرير طولي، ده هدف دخل فيهم فين؟ في سيمبا. اي تمريره طوليه دايما هم بيلعبوا على الاوفسايد على مصيده التسلل، فسهل ان انت تضربهم بالتمرير الطولي. دي اول صوره. لو عملنا الصوره اللي بعدها برضو هنلاقي تمرير، ادي تمرير طولي فيتا كلوب ده مع المدرب الجديد، هنلاقي ان نصر الدين خوالد ده تمركزه ضعيف قوي، يعني الاثنين المساكين عندهم كبار. خلي بالك المساك بقى يلعبوا في نص الملعب يعني في قلب الدفاع. لا كان بيلعب، هو كان اللي هو رقم هقول لك اسمه دلوقتي، كان بيلعب ستوبر اساسا، بقى بيزقه في نص الملعب يلعب ابراهيم الفرحي. نعم اللي هو ابراهيم الفرحي. ابراهيم الفرحي برافو عليك. ده كان بيلعب اساسا ايه؟ كان بيلعب ستوبر. هو حوله كارتكاز ثالث. كارتكاز ثالث عشان يعمل كثافه عدديه في وسط الملعب. فهم عندهم حته التمرير الطولي دي لو نستغلها النهارده. بص كابتن اسامه على الصوره هتلاقي ان التمرير الطولي في ظهر الدفاع ده سهل قوي انه يوصلك للمرمى. واحد شمال واحد يمين. يعني واضح ان تمركزهم غلط. لا ده فيتا ملعب فيتا. فالنهارده حتى الهدف اللي فات برده كان بره ملعبه، فهم لما بيلعبوا في ملعب واسع، وده يعني دي برده الصوره الثانيه، الكره العرضيه لما قلت لحضرتك ناحيه اليمين محمد هاني لازم يكتر العرضيات ناحيه اليمين بالذات، اي كره عرضيه من ناحيه اليمين عندهم بتحس ان ولازم تبقى في متابعه. عندهم الباك اليمين سوء التغطيه عنده، فده سهل ان انت تعمل عرضيه من الجبهه اليمين دي توديك للمرمى على طول. لو نفتكر الصوره اللي بعد كده هدف الذهاب، الهدف في المباراه اللي احنا اهدي محمد هاني اهو برده كان جو عرضيه من الجبهه اليمين. اذا عندهم مشكله في الجبهه اليمين ان احنا لازم نعمل منها عرضيات، دي مهمه قوي. والجبهه الشمال نحاول ان احنا نخترق ونسدد. دي تمام. اشهر ثلاث او اهم ثلاث نقط ضعف عندهم، قلنا التمرير الطولي في ظهر خط الدفاع، ناحيه اليمين نحاول منها نعمل منها عرضيات، وناحيه الشمال نحاول نراوغ ونسدد. دي ان شاء الله هتكون مفتاح الفوز. وباذن الله لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل بلوك لحته التسديدات، مش عايزين اي كره طايشه. عشان كده هنقفل التسديدات، الكرات العرضيه، التمريرات الطوليه. التمريرات الطوليه مش هتقدر تقفلها من قدام، لكن لازم يكون دور لعمرو السليه ولسعد سمير والايمن اشرف. عشان كده لصارتي النهارده بادئ بمين؟ بمحمد الشناوي. محمد الشناوي من احسن الحراس في مصر اللي بتمتاز بكل، طبعا لو جاهز، والكرات العرضيه دايما العرضيات كلها بتاعته. هو طالما بيلعب يبقى جاهز 100%. طبعا يعني ان شاء الله يعني. فالشناوي عنده الميزه دي، عنده ميزه الكرات العرضيه، ميزه التسديدات، التمرير الطولي، كل الحاجات دي بتاعته. فالراجل اللي صارتي بادئ بيه عشان كده ان شاء الله. دي حاجه مهمه جدا. في بعد كده برضو معانا مقارنه ما بين ايمن اشرف و ما بين محمد هاني وما بين محمد وليد. الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا.
يمكن ده بيبين برضو خطورة الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا. محمد هاني لعب 5 مباريات، محمد وليد لعب 4. محمد هاني عمل 413 دقيقة، من أفضل اللاعبين في الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مع كريم نيدفيد وعلي معلول. عامل أسيست، صنع كام فرصة؟ 6 فرص. محمد هاني على فكرة تاني أكتر لاعب في الأهلي صانع فرص، محمد هاني بعد بعد علي معلول. علي معلول وصل لـ9 فرص، محمد هاني 6. محمد وليد عامل فرصة واحدة بس. معدل ارسال الكرات العرضيه هنلاقي ان هاني اعلى، رغم ان الفرقه دي قوتها في العرضيات، بس الا ان محمد هاني بيعمل كام عرضيه في الماتش الواحد؟ بيعمل 2.7، يعني معدله حوالي 3 عرضيات في الماتش الواحد. الراجل محمد وليد بيعمل 2.6. محمد وليد بقى يعني دايما مميز بايه؟ بحته التمرير الطولي، اللي هو الاسلوب اللي احنا اتكلمنا فيه، اللعب المباشر. دايما اسلوب اللعب المباشر انت بتعمل التمريره الطوليه اللي جوه، مشتت الكره اعلى كمان من هاني 11. التاكلينج الصحيح بتاع محمد هاني 10، وعلى فكره محمد هاني من اعلى اللعيبه في دوري ابطال افريقيا في استخدام التاكلينج الصحيح اللي هو على الارض. التاكلينج بتاعه مميز قوي، عامل 10 تاكلينج صحيح بياخدها. من اعلى اللعيبه في دوري ابطال افريقيا. حصل على اخطاء محمد هاني 3، محمد وليد 5. يمكن دي مقارنه ما بين الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا، بتبين ايه؟ بتبين ان محمد هاني ان شاء الله النهارده لو نستغل حته عرضياته في الجبهه اليمين هتفرق معانا جامد جدا. هتبين ان محمد وليد مش من الناس اللي بتروح للخط كتير، ما بتعملش عرضيات كتير، لان الفرقه دي معدل عرضياتها كتير قوي. ولكن من الفرق من اللعيبه محمد وليد اللي هو الباك اليمين ده اللي بتعمل ايه؟ بتعمل تمرير طولي، بتعمل دايما لعب مباشر، لونج باص على طول. فدي يمكن مقارنه ما بين محمد وليد ومحمد هاني. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على كل هذه المعلومات، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه وتبقى ان شاء الله فرحه ونقدر نتكلم عن اهم ما يميز. اهم حاجه النهارده ان شاء الله يكون في ان شاء الله، يعني بغض النظر على الاسماء، لازم نكون ان شاء الله النهارده 11 مقاتل باذن الله. ان شاء الله النهارده نفرح ونحتفل باذن الله. انا متاكد ومتخيل ان وجود الجمهور الحقيقه هيفرق كتير جدا 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 مع اللاعبين، زي ما انا قلت قبل كده وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام كل شويه، لكن هي دي الحقيقه، ان ما حدش هيحس بالكلام ده غير اللعيبه اللي كانت بتلعب في الملعب والجمهور اللي كان بيبقى دايما قاعد في الاستاد. فان شاء الله النهارده انا متاكد ان شاء الله انها هتفرق كتير جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل او هنشوف تقرير عن اهم نتائج للاسارتي مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وبعد هذا التقرير زي ما قلت لحضراتكم هستقبل 3 من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، النجم الكبير كابتن تامر بدوي. هنتكلم بقى